نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم وإلى العناوين. رئيس هيئة الأوراق المالية في حكومة النظام يتهم البنوك السورية بسرقة المودعين السوريين. بدون طاقة، وزارة النفط التابعة للنظام تعلن استضافة المؤتمر العربي للطاقة عام 2024. جريمة قتل بشعة تنفذها القوات الروسية بحق شاب في دير الزور. مرحبا بكم. اتهم مسؤول اقتصادي في حكومة النظام المصارف السورية بسرقة أموال المودعين بطرق غير قانونية، واصفا ما تقوم به المصارف في مناطق سيطرة النظام بالجريمة الاقتصادية. المصارف السورية تسرق المودعين، هذا ليس كلام معارض لنظام الأسد أو تصريحا لمسؤول غربي، بل هو كلام رئيس هيئة الأوراق المالية التابع للنظام عابد فضيلة. فضيلة، وخلال تصريحات نقلتها صحيفة الوطن الموالية للنظام، اعتبر أن إلزام المودعين بإبقاء نصف مليون ليرة سورية لمدة 3 أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من البنوك للمودع. مسؤول النظام الاقتصادي أشار إلى أن تحديد سقف السحوبات اليومي بمبلغ 2 مليون ليرة سورية يعتبر غير قانوني، لما له من دور سلبي أدى إلى خروج الكثيرين من النشاط التجاري، وصفا ما تقوم به المصارف في مناطق سيطرة النظام بالجريمة الاقتصادية. إجراءات النظام ستزيد فجوة الثقة بين المستثمرين والبنوك بحسب كثير من الاقتصاديين السوريين. هذا القرار بيؤدي إلى زيادة فجوة الثقة بين المستثمرين والمودعين مع البنوك، فنحن قدام مشكلة كتير كبيرة، وخاصة أنه رح يتم الاعتماد على السوق السوداء ما أمكن حل هاي الأمور بالسوق السوداء. يعني إذا كانت السوق السوداء رح توفر نفس الخدمة للعميل، فهو رح يتجه نحو السوق السوداء ويترك البنوك. هاي شغلة تانية. الشغلة الثالثة هي أنه توجه الاستثمارات نحو الاستثمارات على شحها نحو الانعدام، يعني نحن على قلة الاستثمارات الموجودة عندنا في سوريا أو خاصة بمناطق النظام هي رح تتجه نحو الانعدام، وأصلا هي قليلة كتير. فلذلك هذا القرار هو بيؤدي إلى زعزعة الأمور أكثر بالمجال الاقتصادي في مناطق النظام السوري. رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضيلة كانت له تصريحات سابقة قال من خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين، مطالبا بالتحفيز على عودة الاستثمار في مناطق النظام. في الآونة الأخيرة بات النظام يلاحق مكاتب الحوالات المالية في محاولة منه لوقف نزيف الليرة السورية وانهيارها أمام الدولار الأمريكي. إجراءات النظام لم تنهي أزمات ندرة المحروقات أو الخبز أو الكهرباء أو غلاء المواد الأساسية والغذائية، وليبقى المواطن السوري وحده من يدفع الثمن منذ 10 أعوام مع استمرار النظام بسياسته وعقليته المعهودة وإصراره على تمسكه بكرسي الحكم. وينضم إلينا المهندس سامر كعكرلي، رئيس المكتب الاقتصادي في حزب اليسار الديمقراطي السوري من ألمانيا. أهلا بك. بداية، ما هو تعليقك على تصريح رئيس هيئة الأوراق المالية التابع للنظام عابد فضيلة؟ مشاهدين، حقيقة بدي له لعابد فضيلة بكير، يعني انت بكير لحتى تصرحتك تصريح. حقيقة سرقة نظام الأسد للأموال المودعين السوريين بلش من الثمانينات. يعني أنا بدي بس اللي ذكرك شغلة، إنه المرسوم رقم 76 لعام 1950 اللي طلعوا الرجل الوطني العظيم خالد العظم بفصل مصرف سوريا المركزي أو إحداث مصرف سوريا المركزي مشان يحمي التجار والمستثمرين السوريين من
إذلال المصرف اللي كان مرتبطين المصرف السوري مع اللبناني، لم يخطر ببال خالد العظم بأنه أن يأتي يوم ويكون سدة الحكم أو من يتولى السلطة هو يسرق. حقيقة السرقة بدأت من عام 1980 عندما استولى رفعت الأسد على خزينة الدولة كلها. وبيسأل واحد بيقول انه طيب شو ربط هاي بهاي، انا بقول لك شو ربط، بس حادثه صغيره يعني باقل من نص دقيقه، في شخص اسمه خوام كان وكيل احد المنتجات الالمانيه، نام بنهار وفاء يعني فاء نام وفاء، كان الماركه بليرين باثنين ليره سوري صار ب 35، مما ادى انه هو فلس ما عاد يقدر يبعث حق البضاعه المستجره. حقيقه عمليه السلب والنهب اللي يمارسها النظام هي قديمة، وأنا بستغرب بتقريركم بصوت الإعلامي المميز عمار الشاعر بيقول إنه من 10 سنوات. لا سيدي، النهب والسلب هو من عام من أكثر من 30 سنة، وهذا ديدن هذا النظام الذي راكم ثروات إلى 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 رجالاته على حساب سوريا ومقدراته. نعم سيدي. طيب كيف تفسر استقرار سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة رغم أزمة المحروقات الحالية؟ حقيقة النظام من زمان كان يلعب هذه اللعبة ويثبت سعر الصرف الدولار على الليرة السورية مقابل الدولار بلعبة اقتصادية، أنه هو ما يسمح بزيادة هي عن طريق التمويل بالدين، يضخ دولار ويضخ مصاري بالسوق لحتى يحافظ على هي. هلا بيظل الثوره والعجله الاقتصاديه واقفه ومتوقفه، حقيقه ما زال النظام يتمتع الى الان ببعض قنوات تسريب الدولار الى خزينته عن طريق السفارات، عن طريق الانظمه اللي عم يحطها اللي مثل اليوم شفنا، عن طريق ملاحقه الصرافين، عن طريق الحوالات، عن طريق الحوالات اللي عم تتم من المغتربين لاهليهم اللي صاروا كلهم تحت خط الفقر، عن طريق المساعدات الامميه اللي عم تجي. وذكر تقريركم بانه خلال 2021 حقق الملايين الدولارات النظام بس عبر المساعدات الامميه اللي عم تجي. شكرا لك المهندس سامر كعكرلي، رئيس المكتب الاقتصادي في حزب اليسار الديمقراطي السوري، كنت معنا من المانيا. كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، كشفت عن استضافة دمشق للمؤتمر العربي للطاقة في عام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023، في وقت يعاني فيه السوريون من أزمة حادة في توفر مواد الطاقة. وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء بعد اتفاق جميع أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوبك على ذلك، مضيفة أن النظام سيترأس المنظمة اعتبارا من كانون الثاني 2022 وحتى كانون الثاني 2023 بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي. وينضم إلينا ضيفنا حسن النيفي المحلل السياسي من غازي عنتاب، أهلا بك. كيف تقرأ قرار استضافة النظام لمؤتمر الطاقة العربي، وهل هناك علاقة بينه وبين خط الغاز العربي الذي سيمر عبر سوريا؟ تحية طيبة لكم وللمشاهدين جميعا. ربما يظن البعض للوهلة الأولى أن هذا القرار، أي استضافة النظام لمؤتمر الطاقة في العام 2024، يدل على تحول سياسي ما أو في الموقف الدولي حيال نظام دمشق، إلا أن الواقع يعني حقيقة يؤكد غير ذلك. ذلك أن رئاسة هذه الدورة أو الدورة المقبلة لمؤتمر وزراء الطاقة هي مسألة روتينية تخضع للائحة الداخلية لمؤتمر الطاقة وتمضي بشكل دوري لا علاقة لها بأي اعتبار سياسي آخر. يعني على الرغم من كل ما جرى لنظام دمشق، طالما أنه عضو في الجامعة العربية، عضو في منظمة الأوبك، وكذلك عضو في الأمم المتحدة، هذه الصفات الاعتبارية لم تنتزع عنه بعد. طالما أنها لم تنتزع، فبإمكان النظام أن يمارس
كل ما يتاح له ضمن هذه المنظومة الدولية أو المنظومة القانونية. ولكن واقع الحال يعني لو تساءلنا ماذا ستقدم أو تؤخر له، هل ستضيف اعتبار آخر للنظام أو هل ستنقذ النظام من محنته أو هل أنها ستغير بنظر المجتمع الدولي واقع النظام أو الصورة البشعة التي هو عليها؟ بالتأكيد لا بالمطلق. فالنظام الذي لا يستطيع أن يقدم لشعبه ماء الشرب، دعينا من النفط، من البنزين، أزمة المحروقات، الآن الأزمة في سوريا هي أزمة لقمة العيش، أزمة المياه، أزمة الخبز. فالنظام الذي لا يستطيع أن يقدم لشعبه أدنى مقومات الحياة، بل هو اليوم يتحايل يعني حتى على مقومات وجوده، فأصبحت تجارة المخدرات هي الدخل الوحيد الذي يعتاش منه النظام. طيب أستاذ حسن، أستاذ حسن، كيف ترى الانفتاح العربي الحالي نحو دمشق بعد قطيعة دامت 10 سنوات؟ نعم، يعني نحن تحدثنا عن هذه المسألة سابقا، وأعيد وأؤكد بأن ما هذا الانفتاح هو ليس لأن يعني أسباب القطيعة زالت أو دواعي القطيعة وبواعثها زالت. فنظام الأسد هو ما يزال هو نظام الإجرام والتوحش، ولكن مجيء إدارة بايدن ورخاوة الموقف الأمريكي تجاه نظام دمشق، والسبب هو عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاورة إيران ومفاوضة إيران من أجل الاتفاق النووي. الجميع يعلم أن القضية السورية هي ملحقة بالملف الإيراني، هي ليست قضية ذات أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية. فالليونة تجاه من جانب إدارة بايدن تجاه إيران تتبعها ليونة أيضا ورخاوة في القبضة الأمريكية حيال نظام دمشق. الموقف العربي بشكل عام هو يتبع للخطاب الأمريكي. وصلت الفكرة أستاذ حسن النيفي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. شكرا. دخلت قافلة مساعدات أممية إلى محافظة إدلب من مناطق سيطرة النظام عبر معبر لترمبة في سراقب وفق مراسل حلب اليوم. وأفاد مراسلنا أن عدة شاحنات تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة في دمشق اتجهت نحو مستودعات إغاثية بريف إدلب لتفريغ حمولتها وسط ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والناشطين إزاء ما عدوه تطورا خطيرا يصب في مصلحة روسيا والنظام سياسيا على الساحة الدولية، وهي المرة الثانية التي تدخل فيها مساعدات أممية للشمال السوري عبر مناطق سيطرة النظام. بعد ارتفاع أسعار مازوت التدفئة بدأ الأهالي يبحثون عن بدائل أقل كلفة كالحطب والفحم الحجري، ومنهم أيضا من عمل على جمع البلاستيك والنايلون للتدفئة مع وجود تحذيرات من الدفاع المدني السوري عن مخاطر التدفئة البديلة. يشتد البرد يوما بعد يوم، ويقف معظم سكان الشمال السوري عاجزين عن تأمين مواد التدفئة، وخصوصا المازوت الذي وصل سعر اللتر الواحد منه لأكثر من 1500 ليرة سورية. ليلجأ الأهالي إلى وسائل بديلة للتدفئة. والله حسب الواقع أنا بشتغل بمحل هون، محل اسماني، فإيش بطلع عنا كياس نايلو كرتون، يعني كل السوق بعرف بشوف أنه بنستخدم هالشيء هذا، بناخده على البيت مساء بنتدفع عليه بحسب أنه يعني رخص الليرة التركية أمام الدولار أثر كثير علينا، لأنه الإيراد نصف المجتمع رواتب بالليرة التركية، فأثر كثير على الإيرادات، والمازوت غالي. والله بدنا نستعمل هالورق البدو يطلع من الدكان، وعم ننتظر ينزل الفحم الحجري، يعني السات هلا قليل المادة قليلة في السوق بسبب سوء الأوضاع، المازوت غالي وحطب ما في، إجباري بدنا نستعمل، يعني عش بيطلع لنا ورق، مش بيطلع لنا من المحل، وعم نستنى الفحم هلا، وهو السعف يعني الشتوي هلا بأولها. أحمد يعمل في صناعة المدافئ المحلية مع بداية كل شتاء التي وجدت رواجا بسبب أسعارها الراخصة. مدافئ أحمد حسب قوله يمكنها حرق كل ما يوضع فيها من مواد يعتمد عليها أغلب السكان في الشمال السوري المحرر بنشر الدفء. أنا من جرابلس ومعلم حداد، عم يشتغل صوبات مشان الفحم والحطب،
لأن المازوت غالي هالسنة هاي، والفحم عم يلمون من الحراقات مشان يستخدموه مشان الشتاء، لأنه ما في العالم ما بيعده. الرتل المازوت صار 1500 ليرة، وحتى على الغاز وحتى على كل شيء، حتى زبل الغنم صار يستخدموه، والخشب صفى أوفر. وعم نفصل الصوبات هذنا يعني هم أوفر وهم أرخص. يعني الحطب والفحم الحجري والبلاستيك وأية مواد أخرى قابلة للاشتعال، هذا كل ما يبحث عنه سكان المنطقة لمواجهة برد الشتاء الذي بدا قاسيا هذا العام، رغم تحذير الدفاع المدني السوري من مخاطر استخدام وسائل التدفئة البديلة. شتاء جديد وحيرة متكررة لسكان الشمال السوري المحرر بتأمين مواد التدفئة التي يعجز عنها الكثيرون، مستبدلينها ببدائل ربما لا يحمد عقبها. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحت شعار مواجهة التحديات من أجل عالم أفضل، اختتام أعمال قمة البوسفور الدولية في مدينة اسطنبول. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. قتل عناصر دورية تابعة للقوات الروسية شابا في حي الجورة بمدينة دير الزور، وذلك بإطلاق الرصاص عليه ثم دهسه بسيارتهم. وقال موقع الفرات بوست إن الشاب كان يجلس بجانب مسجد قباء في حي الجورة أثناء مرور الدورية الروسية، مشيرا إلى أن عناصر الدورية تعاملوا معه على أنه انتحاري نظرا للزي الذي كان يرتديه المعروف بالفروة. وينضم إلينا الكاتب الصحفي سامر العاني من غازي عنتاب. بداية، تسوق روسيا نفسها على أنها داعمة للاستقرار في سوريا في وقت ترتكب فيه قواتها جرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كيف تفسر ذلك أستاذ سامر؟ تفضل. تحياتي، شكرا لكم وأهلا بكم وبالسادة المشاهدين. يعني النظام يعني أو روسيا هي داعم للنظام وليس للاستقرار، وعلى اعتبار أن هذا النظام النظام الأسد هو نظام إبادة، فبالتالي هي داعمة لحالة الإبادة التي تجري في سوريا بحق الشعب السوري وليس داعم للاستقرار. الكثير من المشكلات التي وقعت في إن كان في دير الزور أو في حمص أو في حلب أو في أي منطقة يوجد فيها أو فيها تواجد روسي، هناك حالة من عدم الاستقرار. يعني أنا أستغرب، وهذه الحادثة التي ذكرتموها، قتل شاب عند مسجد قباء، هذه الحادثة تشير بصراحة إلى أن الروس في سوريا يقومون بدور داعم للإجرام وليس داعم للاستقرار. لا يوجد منطقة في سوريا فيها الروس وفيها استقرار، فيها حالة استقرار. خذوا مثلا مناطق ريف حمص الشمالي التي سيطر عليها الروس، خذوا مثلا مناطق الغوطة أو درعا، هل يوجد في هذه المناطق، حتى في حلب، هل يوجد في هذه المناطق استقرار؟ وأساسا ما يعني ماذا يعني استقرار إن لم يكن هناك استقرار اقتصادي واستقرار أمني واستقرار للمجتمع؟ هذا يعني أنه لا يوجد استقرار. أستاذ سامر، موجودة في سوريا. نعم. أستاذ سامر، أين هي قوات النظام أمام هذه الجرائم والانتهاكات الروسية، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى للقوات الروسية في دير الزور؟ يعني في الحالة السورية يمكن القول أن في سوريا نظام لا دولة هو من يحكم الدولة، بمعنى أن الميليشيات الخارجة عن إطار الدول هي التي مثلا
حزب الله حسن نصر الله في سوريا أقوى من بشار الأسد، إسماعيل قاني خليفة قاسم سليماني أقوى من بشار الأسد، ضابط روسي أقوى من بشار الأسد، وأنتم رأيتم كيف هذا الضابط الروسي أبعد بشار الأسد في مطار حميميم أو منعه من تجاوز الخط الأصفر. نعم وصلت الفكرة، وصلت الفكرة أستاذ سامر. شكرا لك، شكرا جزيلا لك. نظم معلمو درع الفرات وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في مدينة الباب، طالبوا فيها بمحاسبة الفاسدين ورفعوا لافتات داعمة للمعلمين وطلباتهم، كما طالب المعلمون المحتجون بمحاسبة من قام بتوجيه الاتهامات للمعلمين ومن قد وصفهم بأنهم عملاء للنظام بسبب إضرابهم عن العمل لأجل تحسين الأجور والأحوال المعيشية لمعلمي الشمال السوري. من علم الأبناء أوطاننا. نحن اليوم في وقفة احتجاجية ضد الإساءة للمعلمين اللي طلعت مبارح وطلعت قبل من أعضاء مجالس محلية محسوبين على الثورة، ومن المستحيل أن تطلع هذه العبارات البذيئة من قبل الثوار. نحن صلنا فترة عم نطالب بتحسين أوضاع التعليم وتحسين أوضاع أجور المعلمين، ولكن قوبلت برفض شديد، وحتى وصل الأمر بعض المسؤولين بالتشبيح على المعلمين. طبعا نحن نرفض هذه الإساءة ونطلب محاسبتهم أمام المحاكم القضائية في المحرر، ونتمنى من الجميع إنصاف المعلم وإنصاف العملية التعليمية من نقص لوجستيات من كتب من جميع ما يستلزم العملية التعليمية. طلعنا اليوم لنعبر عن غضبنا نتيجة الإساءات اللي حصلت للمعلمين بشكل عام من قبل مع الأسف يعني مو أشخاص عاديين، إنما من أشخاص مسؤولين، من رئيس مجلس ومن عضو مجلس بتهجم على المعلمين بكلام نابي، يعني كلام سوقي لا يرقى لحثالة المجتمع أن يتكلموا بهذا الكلام. فنحن نستغرب الاستغراب الأكبر من المسؤولين اللي ساكتين عن هاي الإساءة اللي حصلت للمعلمين. مع أسف ما تم اتخاذ أي قرار ولا صار في أي ردة فعل ولا أي شيء من هذا القبيل، يعني لحتى يردوا الإساءة اللي حصلت للمعلم، المعلم باني الأجيال، المعلم أمل المستقبل للطلاب، ما صار شيء أبدا. يعني هذا الأمر مستهجن جدا لدى المعلمين. ضبطت قوات سوريا الديمقراطية كمية كبيرة من الحبوب المخدر في صهاريج تابعة لشركة القاطرجي بريف الرقة الغربي وفق موقع عين الفرات المحلي. وقال الموقع إن قسد عثرت على 1500 حبة مخدر نوع كيبتاغون مختبئة في أحد الصهاريج. أثناء وصول 125 صهريجا تابعة لشركة حسام القاطرجي بهدف التوجه نحو الحسكة للتزود بالنفط الخام. اختتمت في مدينة اسطنبول منذ أيام قمة البوسفور بنسختها 12، والتي جرى تنظيمها من قبل منصة التعاون الدولي تحت شعار العمل من أجل عالم أفضل. وشارك في القمة ممثلون من 49 دولة حول العالم، تطرقوا خلال جلسات القمة للعديد من الملفات لجميع الدول. بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 49 دولة وتحت شعار مواجهة التحديات من أجل عالم أفضل، اختتمت فعالية قمة البوسفور في اسطنبول بدورتها 12 بحضور شخصيات سياسية وباحثين واقتصاديين من تركيا والعديد من دول العالم. تطرق الحاضرون فيها للعديد من القضايا العامة التي تهتم بها جميع الدول التي تسعى لتحسين الظروف الدولية على كل الأصعدة. نعتبر أنفسنا مؤسسة فكرية تستضيف رجال الأعمال والمقاولين والسياسيين في عقد هذه القمة وهذه الجلسات الهادفة بين الحاضرين من مختلف دول العالم.
ناقشت القمة الأعمال المصرفية والتمويل والهجمات الإلكترونية والصناعات الدفاعية وتغيير المناخ، كما بحثت الرؤى الجديدة للعالم المتغير، وتناولت الكثير من المواضيع العالمية العالقة التي من شأنها أن تؤثر على الحياة بشكل عام، كالاحتباس الحراري والذكاء الاصطناعي. ولعل جائحة كورونا من أهم الملفات التي تطرق إليها الجميع، كونها أثرت بشكل سلبي جدا على دول العالم أجمع. قضايا الاقتصاد الإسلامي، قضايا المرأة، قضايا البيئة، قضايا التغيرات البيئية، قضايا الآن أزمة الكورونا، فهي تعالج القضايا الناشئة أو الطارئة وكذلك القضايا الموجودة. يعتقد الكثيرون أن الهدف من قمة البوسفور هو جلب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا فقط، لكن الغاية بعيدة المدى بحسب القائمين عليها، هي الوصول مع الدول المشاركة لنظام عالمي جديد وعادل على كل الأصعدة. هي ليست القمة الأولى ولن تكون الأخيرة، يسعى القائمون عليها لمواجهة التحديات السنوية العالمية، وذلك من أجل الحصول على أهداف سامية من أجل عالم أفضل للجميع. حسين الزيدي، حلب اليوم، مدينة اسطنبول. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.